وفي الشأن التربوي التقى اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بمكتبه سعادة سفير دولة الجزائر، حيث تباحث الطرفان حول عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي، سيما دعم كليتي الطب القسم العربي بجامعة أنجمينا وجامعة الملك فيصل. وبهذا الخصوص تحدث أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف في ميكروفون الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. شرفت هذا الصباح بلقاء سعادة سفير دولة الجزائر لدى جمهورية تشاد، وتباحثنا معه إمكانية تطوير التعاون في مجال التعليم العالي. ونسبة لجمهورية الجزائر تقدم الكثير من المنح سنويا لجمهورية تشاد للالتحاق بالجامعات في الجزائر. نسعى لتفعيل هذا التعاون، ونتطلع أن إلى زيادة المنح الدراسية وفتح الفرص أمام الطلاب التشاديين للالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الجزائرية، خصوصا في المجالات الحيوية التي تتعلق يعني خصوصا مجالات الطب والهندسة. تباحثت مع سعادة السفير إمكانية أن ترسل الحكومة الجزائرية أساتذة للتدريس بكلية الطب. نحن في سياسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من أجل النهوض بالتعليم، لابد من نسعى إلى فتح المجال أمام الطلاب لدراسة الطب. ونحن عندنا مشروع تأسيس كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وكذلك افتتاح القسم العربي لكلية الطب بجامعة أنجمينا. والآن نحن نعمل من أجل السعي للاستفادة من الفرص والكوادر الجزائرية للاستعانة بهم في تدريس بكلية الطب. نشكر دولة الجزائر على الدعم التعليمي وعلى الجهود المستمرة في دعم التعاون في مجال التعليم العالي.